صراحة يا جماعة أنا قررت أعتذر عن السكتشات اللي مطلوبة مني. إيه يا شادي ليه؟ يا شادي يا شادي صدقني أنا متفائل خير. متفائل حاجة واللي إحنا بنعمله ده حاجة. إحنا بالطريقة اللي إحنا بنشتغل بيها دي لا يمكن ننجح أبدًا. مفيش حد فينا متحمل المسؤولية. كل واحد بيرمي المسؤولية على جنبه. ولا حد عايز يشيل المسؤولية. إحنا لا يمكن أبدًا نكون قد المسؤولية اللي طالبها مننا أستاذ فريد في المشروع ده. يا شادي طب ما نحاول تاني. نحاول تاني إيه بس؟ مساء الخير يا جماعة. مساء النور. أنا عندي فكرة للسكتشات لو عجبتكم ممكن نبدأ فيها على طول. بجد؟ أيوة بقى. أيوة بقى يا منى بقى. أهو ده الكلام. يا عم إبراهيم أحلى كوباية عصير لأحلى وسيلة منى. لا لا أنا عايزاك معانا، عايزاك تسمعني. قلت لك متفائل. طب يلا يا منى احكي لنا بقى شوقتين، احكي لنا على الفكرة بتاعتك. قولي قول. خسبان عامل ابطال زي نجوم السيما نمثل بالكواليس بتبان حياتنا اعمل زوم والصوره تبكسل علي ايدك ادي رياكشن تضحك ايده المشهد اكشن قضي عمو عيد المشهد خلي المشهد يطلع حلو وسط مكير وديكور واضاءه والاخراج محتاج لجراءه هنقول فركش يلا نهيس كله الدار في الكواليس في الكواليس في الكواليس خد البهريس في الكواليس خد البهريس في الكواليس جد وتهيس في الكواليس جد وتهيس في الكواليس جدع وخسيس في الكواليس جدع وخسيس في الكواليس فرفوش وتعيس في الكواليس فرفوش وتعيس بقى شواتي احكي لنا على الفكره بتاعتك قولي قول بصوا يا جماعه هو يعني احنا لو تخيلنا يعني بصوا يعني مش اكتر من تخيل بصوا منى انجزي يا منى ايه ده في ايه في ايه ده هو عرفنا ان احنا نتخيل خش على طول في الموضوع ايه ده باظ كتير وكده اللي لنا هي وما بعدها يا عم ده احنا في المنتقمون ولا ايه يا فادي اللي انت لابسه ده ها اللي انت لابسه ده كل يوم تطلع لي بحاجه اصل انا لقيت نفسي زهقان تاني فقلت اتقمص شخصيه من الشخصيات تاني اللي انا نفسي العبها تقمصت شخصيه سوبرمان وده بتتقمصه ازاي ده بقى ان شاء الله هتفضل تطير قدامنا رايح جاي شادي 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 اه شادي فن التقمص الشخصيات ده بيخليك تطلع من خيالك بيخليك تتخلص من طريقه تفكيرك النمطيه ايه 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 فتكون انا طريقه تفكيري نمطيه يا فادي يا لهوي انا ما قلتش كده أمال أنا بشرح إيه هو فن التقمص بتشرح فن التقمص بس أنت تقصد كده أنا عارف طريقة تفكيرك وأنا طريقة تفكيري مش نمطية يا فادي يا شادي أنا مش قصدي حاجة يا شادي لا أنا عارف كويس أنت تقصد إيه أنا عارف تفكيرك أنت تقصد إن أنا طريقة تفكيري نمطية أنا ما قصديش كده أنا قصدي بشرح بس فن التقمص يا جماعة أنتوا بتتكلموا في إيه دلوقتي خلينا نشوف السكتشات اللي منى جايباها عندك حق ونبقى نشوف موضوع النمطية ده بعدين اتفضلي يا منى لو سمحتي كملي شوفوا بقى يا جماعه احنا هنعمل مجموعه سكتشات وهنتخيل ان زي ما احنا لينا صفحات على الفيسبوك وناس كتير بقت بتكلم ربنا من طريقها يعني ايه بنكلم ربنا عن طريقها يعني مثلا احنا لما مثلا بنتحط في مشكله بدل ما بندخل الاوضه عشان نصلي لا بقينا بنحكي مشاعرنا ناحيته بس على الفيسبوك نقعد نقول له مثلا انا تعبان يا رب ساعدني انا محتاجك في الموقف دوت كون معايا كل الكلام دوت ده فعلا بيحصل بالظبط بالظبط كده عايزاكم بقى تتخيلوا معايا المشهد ده بالظبط كده يا رب في امر عاوز اكلمك فيه طبعا اتفضلي اتكلمي معظم الناس على الارض عاملين اكاونت على الفيسبوك حتى مشاكلهم الشخصيه ومشاعرهم بينزلوها على صفحاتهم وصلواتهم وطلباتهم بيكتبوها في بوست واحيانا كتير بيعملوا شير لصور ليك ويكتبوا اللي بيحب يسوع يعمل لاف او لو مستني خبر حلو اكتب بحبك يا يسوع واستنى مفاجأة عارف الموضوع ده وعارف كمان موضوع الصور طب هتعمل ايه يا رب؟ هعمل اكاونت هكلم منه الناس كل الناس الصغير قبل الكبير البنات والشباب مش كده وبس وكل واحد من سكان السماء هو كمان هيعمل اكاونت
يعني انت عايزانا نتخيل ان يسوع عنده اكاونت على الفيسبوك ازاي يعني؟ ده مش يسوع بس، ده كل سكان السما كمان. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت عايزانا نتخيل ان موسى يبقى عنده اكاونت وإيليا اكاونت وبولس اكاونت ويونان اكاونت. حاجة غريبة. وانت شاطرة يا موني فعلا وافكارك حلوة، بس يعني ما تاخذنيش، دي مش تبقى هرتقي؟ هرتقت ايه بس يا عم ابراهيم؟ هما مش اصلا هما كانوا موجودين في الزمن دوت، كانوا هيستغلوا فعلا السوشيال ميديا عشان يوصلوا الرسالة بتاعتهم. وبعدين انا بقول لكم تعالوا نتخيل، واصلا المسرح يعني جزء كبير منه خيال، والخيال ملوش حدود. وبعدين لو مش عاجباكم الفكرة يعني خلاص بلاش منها. خلاص ما تعيطيش. بالعكس يا منى، انا عجباني جدا الفكرة، ويا ريت نبتدي بيها على طول، ولا ايه رايكم؟ فكره زي الفل. عجباني. الله ينور عليك. حلوه جدا. حلو قوي. احنا هنقدم بقى في كل سكتش فكره جديده، ولو احنا جات لنا افكار ثانيه في النص ممكن نحطها برضه. صح كده. انا هاخد السكتش. اتفضل. ودي يا عم ابراهيم وين؟ شكرا يا ابني. في الكواليس. من 10 الصبح وعامل اللايك والكومنت وكل حاجه. اتنين لفظ تاني اديله سندوتش بالدماغ. انا بقي وجعني من العيش. الخبر الحلو جاي. ما سيبنيش. التيش ايه التيش دي؟ العربيه العصير الكب. قول لي ده في التيش. لا كل ده عيده زي ما انت يا ترى كنت ماسك ايدك كده. تعالى عم أسامة تمام؟ 3 2 أكشن. وادي لف على صورة يسوع بدل اللايك، وادي كمان شير للمرة التانية. يا رب بقى، يا رب الخبر الحلو بقى يجيلي، أديني مستني. في ايه بس يا ايمن يا حبيب ماما؟ مالك بس في ايه؟ يو بعد اذنك بعد اذنك يا ماما. هو مفيش حاجه اصلا. مفيش حاجه ازاي بس يا حبيبي وانت رايح جاي زي النحله كده؟ بصراحه يا مامي انا مستني حاجه حلوه من بدري. واللي مستني حاجه حلوه يبقى عامل كده. تعالى الحاجه الحلوه موجوده وكله جاهز من بدري. بجد يا مامي؟ بجد؟ بجد ومن بدري كمان. ياه ومن بدري يا مامي ومخبيه عليا. يا رب بالسرعه دي بترد اللف اللي عملتها لك. ولو كنت عملت لك كومنت بقى كنت هتعمل ايه؟ ايه يا ماما الحاجه الحلوه؟ عملت لك صينيه البسبوسه بالقشطه اللي انت بتحبها. يا ماما لا مش دي. هي مغرقه؟ متغرقه يا حبيبي زي ما انت شايف كده. مغرقه كريمه. جامده قوي. هي حلوه. بس بقى يا ماما مش دي الحاجه الحلوه اللي انا مستنيها. حبيبي ما تتعبش قلبي، ما انت لو مستني كنافه انا مش قادره وبصراحه ومفيش حيل اعمل تاني، فمن فضلك كده انزل هات انت من الراجل اللي تحتينا، بس هاتها بقى ايه؟ عثمانلي مش بالمانجا. ها؟ عثمانلي مش بالمانجا. عثمانلي ايه؟ عثمانلي ايه؟ مش دي يا حبيبي اللي تكون محشيه بالكريمه وعليها المكسرات؟ لا ماما ولا كنافه ولا بسبوسه، انا قصدي اني مستني خبر حلو من يسوع. ازاي بس يا ابني؟ هفهمك. هاتي دي ما بتخلص. تعالي. كان في صوره موجوده على الفيسبوك ليسوع وهو مصلوب، مكتوب عليها اللي يعمل شير او لايك هيجيله خبر حلو من يسوع، وانا عملت كده من بدري ومفيش اي حاجه لغايه دلوقتي اهو. كل بقى يا ابني ما تتعبش قلبي. كل بقى. خلاص مامي خلاص يا مامي. ايمو ماما ما كانش ليها داعي تعمل حاجه زي كده خالص يا حبيبي. ايه ده؟ دي سندوتشاتي انا دي يا حبيبي. انا وانت واحد بس. ماما اكلها تحفه. العيش فظيع والبتاع اللي فيه. وبعدين يا تامر وبعدين شوف الساعه بقت كام دلوقتي. لغايه دلوقتي مفيش ولا خبر حلو من يسوع مع اني عامل الكومنت وعامل اللايك وعامل كل حاجه. مش رحمي
يا صاحبي فاضي نص ساعة، بلاش تفقد إيمانك بقى يا إيمو. وومن الانتظار وحش قوي يا تامر. أوه أنا من 10 الصبح، من 10 الصبح وعامل 2 لف على الصورة ومفيش أي حاجة جت. إيه؟ 2 لف على الصورة؟ أيوه يا تامر، ما أنا عندي 2 أكونت، قلت يمكن يجيلي خبرين حلوين في بعض. خبرين حلوين. أيوه يا تامر. يا ترى أنهي أحلى؟ الخبر ده؟ إيه ده؟ ولا الخبر ده؟ أكيد ده بالموتزاريلا هيبقى حلو قوي. هاتهم الاثنين. إيمو! لا إيمو بلا بتاع. يا إيمو، هو أنت مش مستني خبر حلو من يسوع يا إيمو؟ أيوة. يبقى أكيد خلاص هتتعين في شركة الاتصالات يا حبيبي. تفتكر يا تامر؟ أيوة. عارف؟ إيه؟ أنا لو اتقبلت تبقى أحلى خبر في حياتي. معقول؟ أنا ساعتها هغير العربية بتاعتي، كومبليتلي، هغيرها كومبليتلي يا تامر. بجد؟ وأدفع الفرق وأجيب حاجة عالية بقى. حقيقي يا إيمو؟ أيوة. بس أوعى تنسى تديني لفة. لفة؟ هدي إيمو. لفت ايه يا إيمو؟ هي عجله يا تامر، هي عجله بقى. إيمو حبيبي. اوه خلاص ماشي، هبقى اشوفك لحسن ربنا ما يرضاش يديني حاجه حلوه ولا حاجه. ثانك يو بيبي، ثانك يو. نحلب عصير عشان ايه ده؟ ايه ده تامر؟ سيب بقى تامر، شركه الاتصالات. معقولة؟ شركه الاتصالات بتتصل بيا. سمعني. ويت. الو الو استاذ ايمن. ايوه احنا عايزين نبلغ حضرتك ان انت ايه؟ انت ايوه بقى قول يلا، عايزين نفرح كلنا. انت للاسف ما تقابلتش معانا في الوظيفه، ربنا يوفقك في حاجه ثانيه. تامر. ايمو الحين يا تامر. ايه يا حبيبي؟ الحين ايه يا بابا؟ انا اترفضت. لا يا ايمو انا اترفضت يا تامر. لا يا حبيبي انا اترفض ليه يا بابا؟ مش مهم. امال فين الخبر الحلو اللي انا مستنيه من الصبح يا حبيبي؟ تامر. يا حبيبي كله الخير يا بابا. تامر. ما تفقدش ايمانك يا متضلم بابا. متضلم قوي. لا يا حبيبي لا، شغلانه راحت، اكيد في خبر حلو جاي. اكيد شغلانه راحت، شغلانه الخبر حلو جاي، ما تقلقش يا حبيبي. اكيد في خبر حلو جاي. اكيد ما تسيبنيش. لا يا حبيبي تامر ما تسيبنيش، بتضلمك قوي. ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ اكيد الخبر الحلو. اكيد اوعى تيأس يا حبي. اكيد في صوت، انا عارف صاحبك تامور عارف يا ايمو. بجد يا تامر؟ لا يا حبيبي كله الخير. يا رب. اهو الباب يخبط. يا ساتر يا رب. ما تسيبنيش. اكيد تامر. يا ساتر يا عم محروس البواب. الحاج يا استاذ ايمن. الحاج يا استاذ ايمن. ايه عايز ايه يا نيلة السرعه الرهيبه اللي انت تاخد؟ هو بيتك عصير برتقال دي؟ برتقال بتاعي ده بتاع يا تامر. يا شوف عم محروس اخلص يا خلاص. بالهنا والشفا. باخد نفسي يا استاذ ايمن. مسلم. خد نفسك، خد نفسك. اصل العربيه بتاعتك. أيوة وهي واقفه في ايوه اللامبورجيني. ايوه وهي واقفه في امان الله. اخلص. دخلت فيها حته عربيه تريلي. ايه ده؟ انما ايه بقى يا استاذ ايمن؟ إيه؟ ما محروس إيه؟ شبح طرقشت فيها بوز بوز جديد. يا عم محروس بعدين الشبح. ايوه هكملك انا اهو. يا ريت. دخلت فيها خلتها شبح علبه السردين ام 7 جنيه. ايه ده؟ هي 7 جنيه. منك لا يا عم محروس. ايه ده؟ ايمو تامر. لا يا حبيبي تامر اوعى تفقد ايمانك يا بابا. تامر ضلمت. اكيد في خبر حلو. يسوع هيكافئنا. ضلمت. لا يا حبيبي النور هناك اهو اهو اهو. فين؟ اهو يا حبيبي. شايف حاجه؟ شايف حاجه؟ بس استاذ كريم مش بيرد ليه؟ ايه انت ما تكتبيش تاني؟ فاني مين محمد الحقيقه؟ حاول بقى مع استاذ فريد وخلاص. ده انت في جحيم. بس بيقول لك انت بتكلم نفسك وانت نايم. بيقول لي روح مننا. ايه ده ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ علان ليكوا وحشه. ازيك يا بيزو؟ بيزو ايه يا بيزو؟ بتصل بيك كذا مره غير متاح. انا اسف انا نسيتك معلش. انا بس كنت في اجتماع وكنت قافل التليفون. قاصد ها؟ يا عم مش قاصد. طب ايه مش هنروح مشوارنا ولا ايه؟ لا 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 تعالى اشرب شاي. اشرب شاي؟ تشرب ايه؟ تحب تشرب ايه؟ نسكافيه بلبن. الراجل ده بيعمل نسكافيه بلبن نجم. كم معلقة سكر؟ معلقة. شاي يا عم ابراهيم. شاي ايه يا ابني؟ نسكافيه. اقعد شاي يا عم. اقعد. ده انا عندي ليك حبر. حبر؟ خبر. ايوه. لا اسمع معايا. خبر بمليون جنيه. ايه ده؟ بمليون جنيه. مليون جنيه. ايوه بأمانة مليون جنيه. ما تقول يا عم. استنى بس اقول. انت تعرف ان منى لقيت افكار الاسكتشات؟ لا لا اهدى بس بغض النظر عن الفكرة العامة اللي انت لسه هتسمعها والكلام ده. استاذ فريد. انا بكلم حضرتك من بدري مش عارف اوصل لك. عندي خبر حلو قوي لحضرتك. احنا لقينا فكره للسكتشات. اصل ده لقينا فكره للسكتشات وهنبتدي فيها بروفات من بكره على طول. انا قلت بس اكلم حضرتك ابلغك. لا لا استنى بس قبل بقى وتفرح وبتاع. انت لا سرقت النضاره الثانيه بتاعت الاكسسوارات؟ ايوه واخدها من زغلول. يا عم ارحمنا بقى. بس انا عتاه
وحشه خلاص. لو انت كاركتر قوي بس ما تفرح بالفكره والسكتشات والكلام ده. فكره السكتش ده وانا بصراحه مش داخله دماغي. ليه طيب؟ هو ايه اللي ليه؟ هو اي حد يعمل لايك ولا لاف على صوره ولا حتى الهج الجديد ده على صوره دينيه ولا صوره المسيح خلاص كده الخير هيعم. على فكره الياس ممكن يوصلك لاي حاجه، يعني ممكن يخليك توصل ان انت تصدق حاجه مش مصدقها. الياس من ايه؟ الصراحه يا جماعه انا ببقى واصل للشعور ده كتير قوي، ببقى عايز اعمل اي حاجه وخلاص عشان ربنا يكرمني. طب ما سالتش نفسك طيب ايه اللي وصلك لكده؟ عشان مصلحتي يا منى، يعني هيكون عشان ايه؟ او عايز اي مصلحه من ربنا وخلاص، زي ما ايمن كان بيعمل في السكتش كده. سانك يا سوب صدق انت بتاع مصلحتك صح على بوجي؟ وحش قوي سوب يا جدعان، هي كلها بقت بتسبح وبتشرب الصليب ولا ايه؟ ما احنا كلنا في الهوا سوا. لا يا حبيبي اتكلم، احنا بتوع مصلحتنا بوجي. لا 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 اتكلم عن نفسك. لا 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 اتكلم كويس خلاص يا بوجي ما تفورش. لا 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 كاركتر كده. لا يا جماعه بجد احنا كلنا بنعمل كده فعلا. ازاي يعني كلنا نعمل لايك على صوره مسيحيه عشان نتبارك مثلا ولا ايه؟ لا مش قصدي، انا اقصد المبدا نفسه. لا فاهميني كده بقى، انا كده مش فاهم حاجه. يعني احنا كلنا فاكرين ان احنا لما نعمل حاجات كويسه ربنا برده هيعمل لنا حاجات كويسه وهيكرمنا برده. ما هو ده الطبيعي يا منى، ما احنا اكيد بنعمل حاجات كويسه عشان نرضي ربنا ويبقى في علاقه كده يعني. هات وخد. بوجي هو احنا اصلا نستاهل بركه ولا اكرام من عند ربنا؟ يعني اللي هو في المو جاوب. مش عارف جاوب. استنى دلوقتي اتزنقت. طب ولا فاهم حاجه؟ لا مش عارف. بص يا بيجو يا محمد، بيجو قدامك بوجي، كملي كملي انا عارف. اوكي بص يا بوجي، طريقه التفكير ديت اللي هو انا كويسه فربنا هيباركني او ان انا لازم اعمل حاجه كويسه علشان ربنا يعمل لي حاجه كويسه، التفكير دوت مش موجود. لان هو لو فعلا ده انا فعلا ما استاهلش اصلا. وبعدين لو احنا جينا في الكتاب المقدس عشان نشوف انا استاهل ايه، فلا انا استاهل بصراحه العقاب، انا استاهل بصراحه ان ادخل الجحيم بسبب الخطا اللي احنا عملناه. يا ست منى، ما واحده واحده، ايه السواد اللي انت عايشه فيه ده؟ فيها منى انت فيها منى، انت بقيتي سوداويه قوي يا منى. هو بصراحه منى مش سوداويه، منى بتقول الحقيقه. منى بتقول لك قصة الإنسان أو شكل الإنسان في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بصراحة بيقول لك الإنسان حاجتين، كرامة وخزي. يعني تقدر تقول هو كائن مخلوق على صورة ربنا، صحيح هو يستاهل الإكرام ويستاهل إنه يتعامل كويس، لكنه في نفس الوقت إنسان ساقط، يستاهل العقاب، يستاهل الجحيم. أيوة صح، أنا افتكرت كمان الآية اللي بتقول الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. عشان كده أي بركة بناخدها سواء زواج ولا خلفة ولا أصحاب، كل البركات اللي ربنا بيديها لنا دي مش بيديها لنا عشان إحنا نستاهل، لكن علشان نعمة من عنده. يعني عايز أقول لك، أنت مش بتعمل أعمال صالحة في المسيحية عشان تدين ربنا، لأن بصراحة لو قلنا إن إحنا بنعمل أعمال صالحة فإحنا قصاد الأعمال الصالحة اللي بنعملها بنعمل ملايين الخطايا اللي نستاهل علشانها. طب تمام يا جماعه، احنا فاهمين تمام انه عشان مش ندان ربنا بقى وحاشا لله والجو ده، بس برضو انا اعمل اعمال صالحه ليه؟ او ايه الدفع اللي يخليني من الاخر اعمل اعمال صالحه اصلا؟ سؤال محوري. فكره انك تقول مش عشان ندان ربنا ده صحيح، احنا مش عشان ندان ربنا، لانه بصراحه الفريسيين كانوا فاهمين ان انا هطيعك يا رب وبالتالي انا استاهل. لكن المسيحيه بتقول لك لا، انت ما تقدرش تطيع ربنا، انت ربنا بيباركك علشان طاعه واحد تاني، طاعة الرب يسوع المسيح بدالك. الطاعة دي اللي انت بسببها بتتبارك، وبسبب المحبة ديت ان المسيح نفسه مات علشانك وطاع بدالك، انت بتعمل الأعمال الصالحة. فاهمني؟ فعلا ده حقيقي، الله في المسيحية فعل مش رد فعل، يعني هو ما عملش كده علشان احنا نستاهل ده، بالعكس. ايوه منى فهمتك، اللي هو زي الآية اللي بتقول انه لم يصنع معنا حسب خطايانا، مش ده اللي انت قصدك عليه؟ كده الآية دي صح؟ حلو، كلامكم كله زي الفل. طب مني كده كده كرم ربنا وعطايا ليا مش متوقفه على الاعمال الصالحه اللي انا هعملها، ما هو كده هيكرمني وكده هيكرمني، اعمل انا بقى اعمال صالحه ليه واتعب نفسي؟ لا ما هي دي نتيجه، يعني انت مثلا لو لقيت حد بيحبك قوي كده فانت برضه هتبقى عايز تحبه، فهو ربنا مدي لك حب كبير جدا، فانت تلقائي انت هتلاقي نفسك بتحبه وعايز تبسطه وعايز تسعده. تخيل فكر كده مثلا، انت بتستجمع قواك كلها عشان تقول للبنت معينه انا بحبك وتقبلي تتجوزيني. يعني بتعمل كل امكانياتك عشان تعمل كده، وفعلا قلت لها تتجوزيني، وراحت رد عليك قالت لك انا موافقه. في اللحظه ديت انت بتحس انك عايز تعمل ايه؟ انت بتحس انك عايز تعمل كل حاجه. اللي بيتحب حب شديد بتلاقي لوحده بيطلع الافعال وبيطلع الحاجات اللي كان مش متخيل انها تطلع. يا نهار ازرق، ده احنا فاهمين غلط خالص، احنا مش بنعمل كده للاسف فعلا، ده الحقيقه. اي بس ثانيه واحده، في ايه بتقول ان الله يكرم الذين يكرموني، صح كده؟ يكرموني صح كده؟ امال ايه؟ طيب ايا كان، انت راجل كرم الدين. ايوه هي اللي انا قصدي عليها دي. الايه دي بقى كده، يبقى احنا اهو، احنا بقى يعني احنا نكرم ربنا عشان ربنا يكرمنا، احنا ما غلطناش صح؟ ما احنا ما غلطناش، ما ده اللي احنا بنقول. هو ما حدش بيقول ابدا ان الله مش هيكرم الناس اللي بتكرمه،
بس السؤال الأهم اللي احنا المفروض نسأله لنفسنا هو إكرام ربنا اللي هيكرمه لنا لازم يبقى على الأرض؟ يعني فكروا معايا كده في المؤمنين الحلوين اللي استشهدوا علشان اسم يسوع المسيح، وهم استشهدوا فين الإكرام اللي خدوه على الأرض؟ أيوة صح. فكر في الرسول بولس لما بيقول لك أخيراً وضع لي إكليل البر الذي هبه لي الله في ذلك اليوم الرب الديان العادل. بص هو باصص فين؟ الإكرام فين هنا؟ أتوقع ما كانش مركز على الإكرام اللي هيقعده في الأرض ولا مستني حاجة في الأرض. وبعدين يا جماعة احنا هنروح بعيد ليه؟ المسيح نفسه كان أكتر حد عايش صح على الأرض. إيه بقى الإكرام اللي جاله وعدله على الأرض؟ ولا أي حاجة، بالعكس كان فيه فقر وذل وجوع واضطهاد. أيوه واتصلب ومات برضه، اللي هو ما خدش أي حاجة حلوة في الآخر يعني. صح. طب تعلق عليا يعني؟ التعليق التاني كمان اللي أقوله لك أبوجي إنه الموضوع موضوع الدافع. هو أنت بتعمل كده عشان ربنا يكافئك؟ أيوه اللي هو مش عشان صفقة يعني، إحنا مش بنعمل كده عشان نتكافئ زي ما منى قالت من شوية. يا صبحي يا جيني. لا فهمان، خد بالك. أنا دارس يا وعشان كده اللي فاهم الكلام ده صح وفاهم إنه مش بيعمل لربنا عشان ربنا يكرمه، تلاقيه ما بيتذمرش على ربنا وسط الألم. طبعًا بيسأل ربنا، بيقول له يا رب ليه عملت كده؟ لكن مش متذمر، مش انت بما انك عملت معايا كده طب انا بكرهك ومش همشي. لا، والايمان الحقيقي اللي بجد يبان وسط المشاكل ووسط الدربكه والدنيا وهي بايظه. يعني مثلا ايوب لما الدنيا كانت متدمره معاه وخسر كل حاجه وخسر عياله، لما مراته جت تتكلم معاه قال لها يعني الخير هنقبله والشر مش هنقبله؟ بالعكس، زي ما كان متقبل ده متقبل ده. الله ينور، بالظبط كده. بعدين يعني انت هتعلق عليا؟ انا ما اتسحبتش ردد ورايا، بحبك تواضع. الحمد لله. وبصراحه يعني انا ما اعتقدش يعني ان ربنا يبقى علينا بحاجه، يعني من ناحيه الاكرام فده ربنا يعني نزل لنا ابنه الوحيد، يعني هيبقى علينا باي حاجه احنا نحتاجها. وعشان كده بيزو انا شايف ان السكتش ده حلو، لانه بيبين الفرق بين الدين والمسيحيه. الدين بيقول لك اعمل الله يرضى عليك ويباركك ويكرمك، المسيحيه تقول لك الله عمل، الله باركك، الله في المسيح ادالك كل بركه روحيه في المسيح يسوع، انت اتحبيت بحب عمرك ما تتخيله قبل كده، المسيح سر انه يموت علشانك. عيش صح. المشاريب جت. حبيبي يا عم ابراهيم. الحمد لله. ليه مواعيد يا عم ابراهيم؟ يا عم ابراهيم انت اتاخرت كده ليه؟ قلكوا عليا بس شويه يا جماعه. الكافيه ده؟ اصل اللبن فار فاضطريت اعمله تاني. فار ولا قطه؟ قوم ياد من هنا، قوم ياد من هنا، ده انت سامج. هات الكوبايه. يا فادي يا فندم. ساعات ايه ده؟ في ايه؟ ثانيه واحده، ده مش تقمص. امال ده ايه بقى؟ دي معايشه. عايز اركز في السكتش اللي قدامي. ينفع؟ حسن خير يا عم ابراهيم، تعالى. في ايه؟ اقعد بس اقعد، قلقتني. في ايه؟ بعدين يعني ما انت شايف الفريق مليان ناس بتساعد في حاجات تانية. وبعدين انا معايا اربع لغات. انا بتكلم صعيدي وبتكلم مستعيدي. ربنا يخليك ليا يا استاذ شادي، انت احسن مخرج في الدنيا. والسكتشات اللي بتعملوها دي احسن سكتشات في الدنيا. ازاي بحبه؟ اقول له ازاي انا ما سبت الصوره غير وعملت عليها لايك، وكل ما اعمل لايك اشيله واحطه تاني عشان ياخد باله. ابعتي رساله على الفيسبوك قولي له ان انا بموت فيه. ده بعت لي رسايل بالهبل، مره بقى محبه ابديه احببتك، مره هو وزع على كف نقاشتك. لا ده يسوع بس كان بيرن عليا. بص دي، لا هات بقى الموبايل ده، انت على فكره متغير معايا بقالك شهر. في ايه؟ انا يا ادم عايزه اتسلى. عايزه تتسلى. انت ليه مصمم تجرح؟ ليه بتستغل اني بحبك؟ ده انا بحاول اطلبك من ما دلعناش النهارده، هيدلعنا امتى؟ ليه ليلتك يا ممثل؟ يعني انت ما تعرفش الليله دي كنت مستنيها قد ايه؟ ساعة ما قعدنا. والله ينور عليك يا عم ابراهيم، والله ينور عليك. مش عارف وبعدين إيه؟ يا فادي يعني نجوم اللي زيك مش محتاجين تشجيع. انا خايف يا جماعه اللي يتفرج على السكتش ده ونشوف اللي احنا عملناه. افتكروا ان احنا مش عايزين نعمل علاقات اصلا، وان العلاقات دي حاجه ربنا مش عايزها.